النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الترمذي يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. إذن فتنة أمة النبي المال. وجاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول فتنة في بني إسرائيل هي النساء. إذن أول فتنة في بني إسرائيل هي النساء، وفتنة أمة النبي محمد هي المال، وفي لفظ آخر المال والنساء. إذن فما هي فتنة النصارى؟ ما هي فتنة النصارى؟ فتنة أمة النبي المال والنساء، وأول فتنة في بني إسرائيل هي النساء. فما هي فتنة النصارى؟